الملفات، نبحث عن الحقائق، نتحدث بلا قيد. شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم تناولها اليهود من البداية. ممكن يقدموا لنا طعم ويقولوا شوفوا هذا العالم الإسلامي. صراحة الشخصية هذه نصفها كان نصف أدائها أو طيبتها أو حركاتها أو جلسها كانت لجدة مريم. بدأت الهجمة المنظمة التي تتبناها فنان لأنها رسام. ما فيش حاجة اسمها رموز، ما فيش حاجة اسمها الرسول، جراء. كان حزب داخل الحزب. كنا الشباب كلنا متفائلين. يعني نقدر نقول خافوا منه. أنا في موقف اللي ما لوش الحق إنه يتكلم أو توازن. بس إحنا مش سعيدين ولا مقتنعين بأداء دور زنبقة لهذا العام. المخرج. وهذه أكبر مشكلة. إنه ممكن الرئيس يتدخل ويحبس المخرج ولا يحبس كذا إذا أساءوا إلى رمز. إن شاء الله يا رب كذي تستمتعوا في ذا اللقاء وتعرفوا أكثر وأكثر عن نبيل الأنسي في الملكة بالقيس.